ينضم إلينا من كوفانتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. إذا تعزيزات عسكرية تركية، أرتال وعربات مدرعات إلى معبر أبو الزيندين، لماذا كل هذه الضجة حول فتح هذا المعبر؟ طبعا مساء الخير. أولا هذا المعبر يشكل رمزية للقرار الروسي التركي بإعادة العلاقات بين النظام التركي والنظام السوري، أو كهي هو رسالة حقيقة الأمر، رسالة أن المعبر سيفتح اليوم وغدا، قد يفتح طريق حلب اللاذقية الدولي بإشراف تركي. لذلك أقول جميع الأمور مرتبطة ببعضها، وهي عبارة عن رسائل تركية وجس نبض تركي للمعارضين للتقارب التركي مع نظام بشار الأسد ومخاوف حقيقية من إذا عادت العلاقات على حياة هؤلاء المعارضين للنظام السوري المتواجدين في مناطق الاحتلال التركي أو المحرر التي يقولون عنها محررة بين مزدوجين كمنطقة درع الفرات وعفرين المحتلة. لذلك يعني هي مخاوف حقيقية، ويعني إذا ما هناك من هو تظاهر في وجه نظام بشار الأسد ونزح وفر من مناطق سيطرة النظام من أجل البحث عن ملاذ آمن، وبعد ذلك يريد أردوغان أن يفرض ما يريد فرضه على هؤلاء، هم لا يريدون التقارب مع النظام. هذه المنطقة منطقة سورية، إذا ما أرادت تركيا الانفتاح على النظام فلتنفتح على النظام، ولكن أن تجبر من هم في هذه المناطق بالعودة إلى كلف النظام، هذا الكلام يكون في إطار تسوية شاملة للأراضي السورية ولا يكون في إطار إملاءات تركية على أبناء الشعب السوري. طيب أمام هذه التعزيزات العسكرية للاحتلال التركي سيد رامي، هل نتوقع زيادة الاحتجاجات أكثر ربما وتتسع أيضا، خاصة أن هناك دعوة غدا أيضا للاحتجاجات؟ نعم، سوف نرى الغد ماذا سيكون عليه الحال، وأعتقد بأن المظاهرات ستكون يعني من المفترض أن تكون كبيرة، لأن هناك الكثير من أبناء الشعب السوري هم معارضين للإملاءات التركية، وليس فقط أنه عودة العلاقات ما بين بشار الأسد وأردوغان، بل هم رافضين رفضا قاطعا للإملاءات التركية التي تريد أن تقول للمجتمع الدولي أن كل من موجود في هذه المناطق هو يعمل تحت الأمر التركية. نعم هناك من يعمل تحت الأمر التركية، ولكن هؤلاء المرتزقة لا علاقة لهم بالثورة، يعني سواء كانوا عسكريين أو كانوا سياسيين، وهم يعملون بإطار ما تمليها عليهم المخابرات التركية. هذا الرفض الشعبي في تلك المنطقة على فتح معبر أبو الزيندين باعتقادك، هل يؤثر على المساعي والمباحثات التركية الروسية لفتح الطريق الدولي M4 التي جرى اجتماعين في بلدة ترنبة بريف إدلب؟ كل شيء مرتبط ببعضه، سواء كان يعني كان موضوع معبر أبو الزيندين، طريق غازي عنتاب، كل الأمور مرتبطة في بعضها داخل الأراضي السورية. أشكرك جزيل الشكر من كوفانتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.